بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مي هي مبدئي، هل بجارتنا أو تشتب منفعات؟ لي جرتنو اختيار كرنا أو تشتب باش يا إنساني تدابيت؟ اتهردو حياة الدنيا وآخرتش. خدي تعالى بحث مبدأ اختيارك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقازي بيغمبرك خدك موسى عليه السلام بيجتي وأنا اخترتك، متوي هل بجارتي منتوي ليجرتي. مبدأ اختياري أبا تشتكي مطلوبة إنسان أبي مبدأها تيدا ناجح بيت، اوي تشتي بهل بجيريد بخو، اوي تشتي يعني ليب جريت او تشتي وكو. بوفي انساني طبعا باشي تيدا وشاكي تيدا وسربلنداهي تيدا وخير تيدا وتوفيق وسعادت تيدا ناچه بيت اوي تشتي هل بجيريد يوكو خراب يوي انساني تيدا. چنكي انسان يه مؤمن يعني بشكلي يهشيارة وإنسانك يجلك بعقله. أم بل يخبرني رب العالمين مبدأ اختياري بجيت إن الدين عند الله الإسلام. دين درست أو يتمام إسلام، دين توحيد. أو دينها دين همي أنبيانا وهمي رسولانا وهمي بيغمبرانا. أكيد بري خب دينا ابتداء نوح عليه السلام دي تماشاكي خد تعالى بحثي ويتكت بجيت وأمرت أن أكون من المسلمين. يعني وي وقت دي بيني أوي بخو خدي بو هل بجارتي كبيتا بصرمان، شنكي دين أنبياء همي توحيدة شريعة وان قوانين توكو تنظيم حياتي كان محتملة فرق الجداية كبيت. أما أو وقت بين الدين همي ايكا يعني فرق الجوازي طبعا نيا. اذا اسلام او مروف خو تسليمي خد تعالى بكت اوامرت وي ونواهيت وي لستا منهياتا او قائمة مأموراتا اف انسانة تنفسكت وسربشت بيدو دلي. اكام بري خود ديني چوا وان هل بجارك اسلام دي بري خود يا ابراهيم عليه السلام وقت وی نصیحت عیال خو کری پشتی مرن خو، چونکی بری خود تعالی بحثیت کد بجیتن او انسانها و اسلمت لرب العالمین. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یعنی او ابراهیم بیا بصرمان پشتی او ابراهیم به وصیت دیف خورج تیرد بو عیال خو. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بري خب دي تشوى اختيار يا اسلامي كريم، چنك الدين حق اسلام يعني ولو بو پیغمبر مي بعنوان ومصطلح وإلا دين هم انبياء اسلام. اسلام نبت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ابت خد تعالى وي قبلناك تكيك هزركت بجد دينك هي غير اسلامي ابا قدنا خد تعالى نلوي قبيلتك ونلوي ورد جريد ونلوي دين هيا. شكي ما هي الدين دين باطلي هي هلوكي طبعا هاتك نقل كرين يعني القرآن ده واصبروا على آلهتكم. آلهة يعني خداية خو صبري خو سربكيشن أبا كافر أوسا طبعا قد شنكي دينك طبعا يباطلة لكم دينكم ولي دين. طبعا قلت ويجي دين بينما دينيوان يه باطلة يهي دين باطل تشي بيجي دين اصطلاحا بس اجري حق ربي. دين اسلامي خد تعالى تشي الدربارة دين اسلامي طبعا قلت يا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. قلت يا دين الحق ليظهروا على الدين كله اف دين هني دي بيتا روش دي درك بي الطاريات يدي همينامين روش بيقا بي طبعا جريدة في غارويا فرنسي ما احتمالها عند وقت إشارة دوبية
أبي جريدك طبعا تيتا صادر كرين الفرنسا نوعا ما طابعك استخباراتي بيبايا أبي تقريرك نشر كرمي قوتي صال الفرنسا 40,000 إنسان خدان دماغي بسلمان بنتين ساري چك دين الإسلام دين فطرتي أكا خدان توي أبي دين جان عرض كان خلق ديوار جريد خلق ديوار جريد وقت السؤال اللي بيها تكرين هوفمان أبا دكتورايا أو دكتورة بقانون دولي أبا سكرتيري حلف أطلسي بي أبا سفير ألمانيا من المغرب أو طبعا بيجت الإسلام دين الغد إسلام دين الصبح يعني بشر هميد هيتا بن إسلامي ويتوكي بيجت منصفه خدان ضميد بيجت الإسلام هي المظلة الأخيرة التي تأوي إليها البشرية أو خيبة ديمايكيكو عالم تتبن إسلام شكت دنيا هل يتوكي غربي منصف مستشرقي منصف أفاخونا يقولتي شد بيجت بيجت إن الإسلام سيعم أوروبا يكيديد بيجت إن الإسلام سيعم أفريقيا بوشينا بيجن إن الإسلام سيعم الدنيا كلها بل أف إسلام نبج بانا ما بان ملا جرات إنسان حسبت كان جرات ملا نبن دين دي أوبت يعني نخي أكاف ملايا نبن دين زيتر دي بلاف بيتو زيتر دي طبعا جشا بيه تدان أف ملايا يت أبرو أنبينين و أف بصرمان يت أبرو أنبينين أو يتبين أوستانك ريكا ديني دا خلقي حكمي لسلوان كت سلوان مروبا سلديني كت خلالوان مروبا أوان جي تشصي لبديني بنيه أبان إنسان تاني تشصي لبديني بنيه أف ديني ها نم ملا راجرت يا أف ديني ها ملا هندك ملا أو قسم مظنية ملا في ديني طبعا وندانكا أو نار راجرن في ديني أبان عبر التاريخ أف ملا تاني طبعا أنبينين أبان عبر التاريخ يتبين السبب ويتبين أصطان تريكا ديدين دا مواقف اتوانو تصرفات اتوانو ولا اوان بو السلطة بو يعني كرسيكي بو دنياي طبعا هبالين يوانو چونا بمپره طبعا حاكمي ومسؤولي دائما ابا الزربي الاسلامي وديني دنف ملاي تاني بلا كسنا بيشن ولا ملا افدينا طبعا دي بلافكا نخينا اكا ملا نبين والله افدينا زي تر دي جاشا بيهد نبجم همي ها بس أبيت أم بينين جاوة سريع خود بينين كأو چو دربال في ديني دان و چاوة أو في ديني ها تشويه ديان أبي هوفمان عين أب سؤالة لكر قلت باش هكا دين إسلام هنده عظيم بيد بوش هف عالم ملايين داخلنا بيد قلت دو سببا قلت اكشوان رجال دينتوان علمائتوان تمثيل إسلامنا كان دائما عوانة سلطانة دائما أبي ديني بكارتين بو مصالح دخو دائما بوقن بو دست حالات عالم إسلامي دا دائما سر طبعا لستو سر منهجو سر ريكوان تشن وبسلمان طبيعي دي تماشاكي خلقك بري خدة توان وبري خدة بسلمان أخلاقي بسلمان جحيل بسلماني جنكا بسلماني الظلام بسلماني دي بري خدة أخلاقي وان قلقي ضعيفة بسلمان النفيجي بس سلوكوي نبسلمان موقف نية أبي إنسانية تضحية نادد تو چد بيجي بوان بسلماني توكو مدينة چوينة تركستان الشرقي الصيني طبعا مسافة هنده 1000 كيلومتر بيو برسي وجلكواني باتاكيري وچانكوان چانكتت قصبت دابين ونهوش قبره 1500 صحابيه تركستان الشرقي مقاطعة الصيني يتشوي نويري ديني جهان جويري هدايتي جهان جويري برسي وبدي شكلي ها او بين اسلام وبسلمان وان دين هسا بلاف كر ابجيلي ها دوبارة نابتا با اللهم إلا جارك دي أبخلك بزفرتا في قرآن وأب قرآن بتاب أخلاقي وان دي دوبارة بتاب إمام مالك بيجيد دسبيكا في أمتي شوى أمتكا يعني شوى بأمتكا قوي ويا منتعش ويا سركتي وخدان قيادة وخدان بريال بيجيد ديمايكا في أمتي جيهات ويمن هجي دي وليهد قرآن أولي في أمتي بش الصلاحية دي مايكا وجيدي بي الصلاحين ولو في قبل موجود علامات وإشارات هميتين صحوة إسلامي هشيار بينا إسلامي طبعا أقول بيجن زفرينا إسلامي شمس روجا إسلامي جارك دي هلا تبا شكت دانيا
ابش ام تیدا بشکنیه عالم صحبه جاره کدی گرد که با خلکت زانید او روی شعوری بشقایت کت یا شعوریت کت اب انسان او روی که پرکیوی شکستیه انسان او روی شعوری پید کتی نساخه یعنی انسان که در دله انسان که اتنالید نه زنگین خوشید بد او رو نه فقیر بد نه حاکم بد نه محکوم بد همی اتنالن کل من فی الكون یشکو دهره یا لیت شعری هذه الدنیا لمن اب انسان دوی کونی ده همی شکایت وی وان روجات کن و وی زمانت کن حاکم و محکوم و رعیت و راعی و فقیر و زنگین و جحیل و پیرامه باشه پا دنیا کی کیفیت داد کد؟ کس نه الا او ده کیفیت کد او انسان خوب خوده و گیره داد هاوی وقتی حیات که پاقش یا پری قناعت یا پری رحتی و تنه خود تعالی ده بوا به جاو هف من بجید اگر اف دو تشتنه ول عالم کلی که عالم نه داخلی اسلام بید بیل ملاین بعد گل به چند گوتی دیگه به اکثر الادیان انتشارا فی العالم هو الاسلام پش... یعنی مسترترین دین اروی بلاد بیتر شرق و غربا اسلامه و بینما کس جنیه یعنی که دعما اسلام همی محاربا اسلامه دیگه بس چنکه دین فطرتیه و خود تعالی دین طبعا بلاش اب ایک گوته سبب دویه که اسلام بالملاین عالم داخل نا بید هزار بالالاف داخل بند گوته چیه؟ گوته اف اعلاما خوده نترسه یا اف میدیا اف بیدینه اف علمانیه اف غربه اف بیدینه اف مشرکه اف خوده ننیاسه اتکن بو تشویه ها اسلامه تماشب که کیان صهیونی بتنه دو هزار وسیله هنهیت اعلامی یه متنوع جور و جور همی تینب کار اینان بود تشویح اسلام بس کیان صهیونی بجا توی به هر غرب غوصا جم و برای خب دوانه به حکمیت کند عالم اسلامی جه اف دست کهنی اف دست حالات حکمی العالم اسلامی که اف حضاب علمانی تماشد که وان چه هم نینن چه مشروع نین غیری حاودنا اسلامه غیری تشویح اسلامه غیری کده اوید بجد اف اسلام دین خودیه اگر اوه دین خود نبا و اوه دین هنده عظیم نبا تشتکه دی با دین اگنه که آثار جیبونه ما بانه هنگی هند اعلام او رو ای کاری سرد کرد بس گلوه چنده خود تعالت بجید اف مروفت با که هود کنه کفرت کن ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله في مال الدن بعلامه في مال الدن طبيعي بفهموا ريكا دنبل دا ريكا خده بگرن يعني دا اسلام نهلن بس خده تعالى بجمالوان دي بوش چيت و دي بيتا دلسوطن بوان دي بيتا آگر بر بيتاوان والذين كفروا الى جهنم يحشرون و اول دنيا آخرت دا اف انسان اخير الخنا بينن تخمين كا جلق جرما اشارت دايه اد بیشن او مال تخصیص بود بو تشویح اسلامه بو کرد کرن اسلامه بو محاربه کرن اسلامه رخد وان علمانیا و غربی و صهاینا و دجمنا و چنکی کفر همی ملتا که ایک ملتا بیشید میزانیا سالا که قارت افریقیا همی دا بیشید و دا المجاعه قرطال بید 600 میلیون قارت افریقیا او میزانیا سالا که اف دجمنت اسلام دانن بو تشویح اسلام یا سالا که قارت اوروپا همی ده پیجید بجا هفمان او خبیر قانون دولی او بیجید بسرمان ابسلاحن گوته چه؟ گوته بزفر نف اخلاق قرآن عالم دیف ده دیبنه قدره بو خلکی ایتن لیره ما گود دین اسلام دین انبیانه و دین یعنی اگر برای خود دین سلیمان علیه السلام دی تماشا که دین اسلام دین ای بو دین همی انبیاء طبعا به فرق جدایی چون که وی وقت رساله فری کری بو ویژن که ملیکا طبعا یمنه وی قصته دا جتشت غریب و عجیب انسان که پیشک برای خود دیت قرآن دا هندک خواطر و هندک تشتین سر هزار انسانی اکن بجینه تا طیره که بتنه نوبه هد هده یا شیا مملکت که گل ملیکه وی گل یعنی ملیکا وی ملیکا وی جهی وی مملکتی گل ملیکه بینید او طیر داخلی اسلام بکده بیجی عجبا چاوا حال برده چنده دائما تو استخفاف انسانا نکه تو انسان که قوت دست حالات تی هی پاره تی هی زانین تی هی مروف تی تین حراسی تی تین
بل او تنغرني تو استخفاف عالم بكي بجوي هما چا قواتاوي ما چا يعني هزاوي ما چا مالوي چا ونكا لا تهين الفقيرة علك ان تركع يوما والدهر قد رفع بل خب دي بجيت انسان فقير نشكينا چنكي دنيا نبشتاتايا دنيا دلتا قلبت چلبت او كرسيك ببكتو دشكين دتو كبي و او فقير ترزيل كري او دشتاب سروي كرسيك دنيا هوية تقلبات الدنيا هنا وباء طبعا ام جابت خود بينين اذا فقير نشكينا چنكي تويب قوتي ابي طيري مملكتك شوي مملكة حضاري و تقل مليكي و اينا سر اسلامه چونکه او به وقتی چوی دیتی و خبر بو سلیمانی اینای و دیف ویرا سلیمانی رساله نویسی وقتی رساله نویسی بو ملیکه نگوته ورم بنا رعایت من و ورم بنا خلامت من نه چه گوته؟ اب عبارت گوته گوته الا تعلو علی و اتونی مسلمین برای خب ده برای آن دا اسلامه چونکه اسلام دین حقه شکت دانیا او ملیکه هنه رجا ديتي طبعا دلائل كأبا بيغمبلا أويجي شو قد قلت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بلا خب دي ديني إسويجي يعني سليمان يجي إسلاما أكام بلا خب دينا يوسف عليه السلام أوجي يعني تبيجيت ديمايك حياته ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين أكان بري خب دينا الدين موسى عليه السلام بيشتا قوم يخو فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين أكان بري خب دينا عيسى عليه السلام قلت من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إذن دينهم أنبياء إسلاما وخدي تعالى اسلام يجي نبيت الفان انسانا شي دين دي طبيعي يعني قبولنا كد بل دي شندي لازم ام تمسك في ديني بكرين ام ابي ديني ها طبعا دستي خو بابيني ودستي خو لي سسنكين اسلام بيجي وريسك طرفك ويل دستي وطرف يدير لا يدير دستي خدي هي خوبه با بگیرن ده در باز بن و ده چنه بحشتی چنکه اسلام که هم بری خوب دین دین اسلام وقتی خلکیت کتا بسلمان ظاهر و باطن و انسانی صالح کت و چید کت قوانینت ارضی و دساتیرت ارضی وقتی خلکی یعنی بو خلکی در کبن ظاهر انسانی چید کت فقط باطن و چنا کت بله دین اسلام شبت داره چاو شبت داره داره رهی تینت آخه دا او رهت آخه دا اکه او ره بن یت تر و یت آفدائی و یت قوت بله خب دا خملا داره دی کشف بیت و دی اشکرا بیت بلگه که گلک کسک فقیه که گلک جوان و تازه دی پی بهت خملکا گلکا تازه بوچی اب داره اوسا چنکی او رهت بن آخه با رهن ات آفداینا و ایب قوتن ها اسلامتی وقتی ایکی چید کت اولی داخلیاوی چید کت رهتوی چید کت وقتی ره درست بین داخلیاوی کامیره که داخلی ده بو چه بید انسان بسلمان نه بس ظاهریوی چید بید ظاهر و باطینیوی هر دو چید بید چنکی او انسان خلق بینید نبینید او حرامینا کت خلق بینید نبینید تعداینا کد خلق بینید نبینید دزینا کد بس اوه نبسرمان وقتی قانون وید بینید دزینا کد بس وقتی که هرب چو کامیرا راستیا او دبیتا نهنگ و دبیتا وحش دزیه کد بو چی انسان بسرمان انسان که صالح و ظاهر و باطن برهند پیویست سر انسانی انسان بزانید عظمت اسلام چنده و تمسک اسلام بکد اتویدمی او انسانی ها طبعا دا ناجح بید پیغمبر شد بیجید پشتی بر نخوشی منی هیلای قرآن منی هیلای حدیث منی هیلای دست خوب پا بینه دا این طعم حیات بزانن دست خوب پا بینه دا کرامت بو بزوری تبا دا عزیز بن دا بنا انسان رقمک دوی دنیا دا وبشتي بيت دنياي وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين